امبارح كان الخبر المرحلة الأولى للربط بيننا وبين السودان بقدرة 50 ميجا وات، ده هيبدأ الأسبوع القادم. هو احنا حاليا في اطار التنسيق والتجهيزات لبدايه نعم. التجارب التشغيليه ان شاء الله. نعم. وباذن الله ان شاء الله، طبعا هو دوت بياتي في اطار ان مصر تكون مركز اقليمي لتبادل الطاقه الكهربائيه، ويمكن الجميع اصلا اللي موجوده في الكهرباء والاحتياط المحترم اللي عندنا. نعم. بالاضافه الى الـ يعني المجهودات اللي تمت في الفتره الماضيه للربط ما بيننا وبين دول كتير، يعني شمالا في مجهودات بتتم للربط مع قبرص اليونان خلال كابل بحري على مرحلتين، كل مرحله 1000 ميجا وات، وده يبقى يعتبر بوابه مهمه جدا الى اوروبا. نعم. ايضا هناك مع الاردن لزياده القدره، احنا عندنا 450 ميجا وات سعه خط الربط، وان شاء الله يعني متوقع ان هو يوصل ل 2000 ميجا وات ان شاء الله، وفي دراسات بتتم كده. وكان في مذكره تفاهم للربط مع هيئه الربط الخليجي من ناحيه، ومن جهه اخرى مع مصر والاردن. ودي برضو خطوه مهمه جدا. بالاضافه للربط ما بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه، وفي يعني حاليا دراسات بيتم استكمالها الخاصه باعاده المسار اللي في داخل المملكه العربيه السعوديه بعد طبعا المشروعات العملاقه اللي هناك. بالاضافه للخط اللي هو ربط ما بيننا وبين السودان، وده يعتبر برضو بوابه مهمه لربط مع اوروبا مع افريقيا. نعم. ويعني بشكل عام احنا يعني طبعا بحكم موقع مصر الاستراتيجي، وفي نفس الوقت الطفره اللي تمت على مستوى الكهرباء. نعم. وما ننساش ان كمان ان احنا برضو في تعاون مع منظمه الربط العالمي. منظمه الربط العالمي ليها رؤيه معينه وخطوات وجدول ان هو يتم الربط ما بين دول كل قاره، وبعدين ما بين القارات وبعضها في مخطط مهم جدا ويعني وفعال، ومصر ليها يعني دور مهم جدا ان شاء الله. نعم. نعم. بشكرك فندم، شكرا جزيلا دكتور.